يا سيدي، لا 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 لقيته شيء؟ امشي شد، احنا ما فنعك من الجنب الثاني. ها شو فنعك يعني؟ هيك فنعك. فنعني؟ يحرم علي اذا بقول انه انا واوي. ماشي، شو عليه؟ انا بفرجيك من التواجع. تفضل سيدي، هي القهوه. سيدي سيدي، لين هاي مخباية؟ شو هاد؟ غرفة مين هاي؟ غرفتي سيدي. وشو هاد؟ مو مخدرات؟ لا مو مخدرات. امي مو مخدرات. هذا دواء. دواء شو؟ دواء لي. فهمنا، دواء ايش؟ دواء تبع ال ايه. على كل حال رح ناخده معنا على المختبر ونحلله، وإذا طلع مثل ما عم بتقول منرجع لك اياه. لا جد رجعوا لي اياه، ما بدي اياه كبوب زبالة. ولا لا جربوا. شو مضمون؟ سيدي ما بدكم تفتشوا المطبخ؟ بركة مخبين شي بالمطبخ. راح نفتش المطبخ، لا تخاف، نحن بنعرف شغلتنا. يعني ما رح تاخذونا على الحبس سيدي؟ لك أنو حبس انت التانية؟ لا ما رح ناخذكم. اساسا ما بنقدر نحكي بهالموضوع الا بعد ما نحلل محتويات هالاطراميز. ابو مزيد فتش لي الشركة. حاضر سيدي. ورجاء ما حدا يغادر البلد حتى نسمح لكم. لا تواخذونا، اخذنا من وقتكم، واليوم يوم جمعة. ولو يا اهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة، المهم تتأكدوا من براءتنا سيدي. ابو ياسر طمني، شو صار؟ تعال شوف هالشوفي، لو اطراميز مخدرات. شو لك؟ فيه دواء مثل ما عم بيقول؟ بجو. على كل حال اعمل خير وكبه بالبحر، خذ حطه جوا يمكن يحتاجها. سيدي انا عبد العظيم اول بدي لك كلمه. ولي صرتوا ثلاثه. ولي امشي امشي. انا وين؟ شو في؟ ما في شيء، انت عنا هون. مين انا؟ شو صريت؟ لك ما صار لك شيء. بس على قلبك لما شفت جماعة المخدرات. هي علينا لسه بتذكروني هالكلمة قدامه. صار 20 مرة غاطت على قلبه، كل ما سمع كلمة مخدرات بيعملها. وانت ابو ياسر من هون لجمعة ما بتأرجيني خلقتك، وإذا لمحتك عيني رح ألتفك بأظافيري. لا يا فردوس لا، ما نحن مو نحن. تفرقني بريحة طيبة وبتعرفني أنا مجنونة، فقلت لما ما فهمت بكفي اللي قلته وعملته قدام حضرة سيدي. فهمت؟ قوم نلعب من بيت انت ويا. يلا ابدا قوم انت ويا. يلا قوم دخلكم. يلا خذوا اغراضكم معي، خذوا اغراضكم، تعبدوا لنا اعصابنا ما عاد فينا محل. ابو فايز دير بالك، انت وطالع من مدخل بناية كفت هيك ولا هيك بيكونوا جماعة المخدرات. وانت الثاني ليش خايف كل هالقد؟ قال من ايش خايف؟ قال امي اذا لقوا شيء بقلب الدواء بيتحطم مستقبلي. تضرب انت ومستقبلك، شو بدهم يلاقوا؟ ما عم تقول دواء. شو بعرفني، بركدا كان في بقلب الدواء شيء نوع من المخدرات. لك انت شو فارقه معك؟ ما عم تقول شاري من البطيخه الصيدليه؟ امي ما في عنا منه هون، فرج وصالي عليه من المانيا، قال بينفع. بينفع لشو؟ خلص انت الثاني بينفع وخلصنا، كمان انت الثاني بدك تعملي معي تحقيق. شو سر؟ لا سر ولا شيء امي، بس المساله كثير خاصه. بوسينا جيبي لي دفتر التليفونات شيتي من جوا. حاضر مرت عمي. جميل شبكي يا شو جميل؟ شو ها؟ نسي اطرميز الدواء جوا بالمكتب. عال معناتها نفدنا، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ هلا بيرجعوا بياخذوه. يرجعوا امي يرجعوا. شو بدنا فيهم؟ اذا رجعوا بنقول لهم انه اخذتوه. منيح اللي نسيوه هون، لانه جميل رح يفقع ويطق من الخوف. والله شغله بتقطع القلب مرت عمي. اخ ليش انا الي قدره واقف؟ اجري لهلا عم يقصفوا من الخوف. امي كبيته رميته شلفته شلف من الشباك. بدي افهم دواء شو هاد؟ انا اول مره بشوف هالدواء. محل العفاريت الزرق ما بتعرف محله، شلون نكشوه ما بعرف. بس انت ليش عم تاخذ هذا الدواء؟ انت شو دخلك؟ ليش هالاسئله؟ ما صار ما طلعتيني من الاسانسير. شلون رحت براش؟ لا تدقي، لا تدقي، انا بدقه.
انا وليد ما فينا حيل بنوب ما فينا حيل واقف على رجلي. جميل امسك اعصابك اكيد بيكونوا عرفوا انك لقيت لطمين. وينك جيبي مدقه الكبه واستقيلي فيها على مصدخ خليني دوخ. شو جنك حتاخذك على مصدخ؟ نيالك يا فايز نيالك لازم تدوخ. خليكم انا رح افتح. ايه الله سعديني من اللي فيه مستوصف بالحارة حتى لحقنا ولا تعصب بدمه. لك شو صار جان؟ ما بعرف مين هالسب من داسة أطرميز من فور ميناي اجوا على راس فارس لعم على هالبشر لا ذوق ولا حياة. قولي لجوزك هالحكي. أنا خلصت. أنا شو دخلني؟ شلون شو دخلك ها؟ ليش مين زدت الأطرميز؟ أطرميز؟ هلا كل وسخ بكون حطوها برقبتي؟ بعدين شو عرفك انه انا لانه هذا اطرميز حبوب ال شو ما حدا غيري بياخد حبوب بالبنايه؟ كل رجال البنايه على عكيكيز وكلهم بياخذوا حبوب ال بس هذا الاطرميز اللي وصيت لك عليه من المانيا. طيب بركي في حدا عنده منه؟ واذا كان انا كاتب له عليه مع تمنياتي بالتوفيق بالعربي. مزبوط يا مقوص شوفي اطرميز وقع من الطابق السابع شلون ما انكسر؟ ايه راسي اللي انكسر. ماما شلون بده ينكسر اذا اجى على راس فراج؟ خلصنا بقى جميل ما كان قاصد. شو هالشغله مو محرزه؟ ايه امي انا مو قاصد انا زتيته كبيته شلفته شلف. لك بعلمي انه ماشي حاله وعم ينفعك ليش لحتى كبيته؟ عامل لي حالك عن سرق بن شداد ما؟ ليش انت شو فارقه معي؟ المهم في ولا بلا ماشي الحال ولا لا؟ صحيح شفنا السياره تحت وقع الاطرميز على راسي امتى عرفت انكم ما رحتوا على الزبداني؟ ليش ما رحتوا على الزبداني؟ ما لنا نصيب نروح على الزبداني. يلا كوسر روحي انت وبوسينا غيره اوعيكم تعوا لنساوي اكل. جميل احكي له انت القصه مال قلبي تخ قلبي. بس هلا ابو ياسر طلع ابنه بالعمى بقلبه كان رح يثبت علينا التهمه. هاتي ابو ياسر طول عمره هيك حادث عن ضاري بسيطه. بس ما بصير يحكي هيك. لك شلون بده يضرب وش ويمسح جوخ؟ اصلا انا بظن انه هو ورا هالاخباريه كلها. لو كان هو ما كان اجا حبيبتي بكون اجا ليتفرج. لا كان مبين عليه قلبه مقطوع عن جد. اخ بس لو اعرف مين ورا هالاخباريه لنكتفه شقف ونتم. ماما ليكون ابو فايز كان عم يعمل حاله غميان مشان ما يذلله بشي كلمه. لو كان خايف يذلله بشي كلمه ما كان اجا اصلا. طيب مين بده يكون عاملها؟ معقول يكون محروس؟ لا محروس ما له مصلحه. ماما محروس ما اجا وابو كيروز ما اجا. ابو كيروز لك شو ابو كيروز؟ معقول يكون ابو كيروز؟ ايه ابو كيروز هالفار تطحي اللي مخبى بتيابه. ابوكي هالفار تطحي. ابو كيروز معتر مو فاضي لشي يلا يلحق يحل كلمات متقاطعه. شايفتلك متاكده كثير انت وعم تدافعي على الكل. لا تكوني انت ما تعمي عم تشكي فيه. معقوله؟ مشان ايش؟ ماما معقوله يعني بوسينا؟ عرفت مين؟ مين؟ ما في غيره فراج. فراج؟ لا ماما خلينا على بوسينا احسن. لكن ليش كان مصمم الصبح يطلع؟ لكن ليش ما كان يقبل يروح معنا على الزبداني؟ لكن ليش جماعه المخدرات صادروا الاطرميز اللي موصي عليه هو من المانيا؟ مزبوط ماما كمان نحن رحنا لعند رفيقه ما لقيناه هو كان قايل لي انه وعده. الله كبير بده ينتقم. قام سلط الأطرميز من الطابق السابع على راسه فجو. مظبوط ماما بنسحب بوسينا. بوسينا روحي وانتي براءة.